اليوم نحن في صرح علمي كبير مشفى المواساة. المشروع اليوم اللي تم وضعه بالخدمة هو تأهيل قسم الإسعاف الخارجي. هذا القسم تم تجهيزه بأحدث التجهيزات وبأرتب الشروط الفنية لاستقبال المرضى. اليوم هذا المشفى جهز إضافة لذلك المدرج التعليمي. هذا نقلة كبيرة دائما وأبدا في ظل هذه الظروف، ورغم الحصار عم نستطيع أن أهل هيك مشافي دائما تقدم الرعاية الصحية والتعليم. الاهتمام له خدمتين، هو تقديم الخدمات الصحية وكذلك الأمر تقديم الوضع العلمي بشكل صحيح وأساسي. تم إعادة تأهيل وصيانة وتجديد بعض الأقسام في هذه المشفى، أهمها قسم الإسعاف الجراحي. هذا القسم المتميز الذي يتسع 82 سرير ومجهز بكافة التجهيزات اللازمة للمرضى الذين يدخلون قسم الإسعاف المركزي وهم بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية. تم أيضا تجديد وتأهيل قسم الإذن والأنف والحنجرة الذي يضم 4 عمليات جراحية. أجمل شيء كان افتتاح مدرج تعليمي يتسع ل 300 كرسي. هذا المدرج لربط البحث العلمي بعمل المشافي. وأخيرا تم افتتاح قسم الاستعلامات، وهذا القسم المميز بتجهيزاته الإلكترونية التي من خلاله نتعرف عن حالة أي مريض وفي أي قسم في هذا المشفى. مشفى المواساة الجامعي هو المشفى الأم، هو المشفى الأكبر بسوريا، هو أكبر منظومة إسعافية، هو المشفى الأكبر خدميا وأكاديميا، سواء بالعملية الخدمية وبالعملية التعليمية. اللي عم نشوفه اليوم هي مشاريع كبيرة، مشاريع تطويرية لخدمة المواطن، وبنفس الوقت ما ننسى العملية التعليمية من خلال بناء المدرج. والحقيقة أنه هذا سبقه مجموعة مشاريع دشنت، وإن شاء الله قريبا بنكون مع بعض بتدشين أكبر مجمع إسعافي بالمنطقة بسعة 172 سرير ومدرج أكاديمي ومهبط طائرة، ويقدم الخدمة الإسعافية للمواطنين سوريا كلها.